بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح أقدم لكم شغلة تجربة الحقيقة كنت مسويها أمس واستأنست منها، كنت أكررها اليوم وأعرضها لكم وهي بسيطة. هذه عجينة رخوة نص حين أبيض نص أسمر، تقريبا ملعقة صغيرة ملح ملعقة كبيرة زيت. طبعا حطيت شوي خميرة وخليتها تقريبا ساعة. فالطريقة اللي راح نسويها راح أضيف لها طماط اللي تشوفونه هذا مقطع، وفلفل أخضر بارد، وبقدونس، وبهارات تتكون من فلفل أسود شوي طبعا، وربع قفشة صغيرة لومي مطحون، وربع قفشة كركم. طبعا هذه الصينية دهناها دهن خفيف وحطينا عليها اللي هو هذا طحين، على أساس أن الخبزة هذه يعني ما تلصق إن شاء الله. فراح نحط الخليط تشوفونه وبعدين نحطه في الفرن بإذن الله. وهي شابه المصابيب أو المراصيح، لكنها فيها الشغلات الزايدة هذه أضفنا عليها. أخذ مرة ثانية، شفت أن الطماط شوية قليل فزدته، بإمكان أن يعني إذا زدت أنك يعني أنا حاط ملح على العجينة، لكن بإمكاني أضيف شوية حق الطماط وهذا شيء بسيط يعني. بعدين أبدأ بالخلط. تقريبا جاهزة نحطها بالصينية. بسم الله. طبعا هذا الشيء حسب الرغبة، إضافات الأشياء اللي تبي تضيفها، جبن، بيض، شغلات، هذه حسب رغبة الواحد. أنا شفتها تكون بسيطة، بالأشياء البسيطة بالنسبة لي أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا مشغل الفرن فترة، تقريبا صار لها الحين يمكن نص ساعة على 200. والحين راح ندخل الصينية بالفرن إن شاء الله. بسم الله. ونخليها إن شاء الله يمكن يبي لها نص ساعة تقريبا إن شاء الله. طبعا بالنسبة للحرارة فوق وتحت يعني على 200. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلصت شغلتنا اللي بنطلعها تشوفونها. بسم الله. هذه شغلنا طبعا راح نقصها
يصير مثلثات نفس البيتزا. وتعال الأكل إن شاء الله تعجبكم. طبعاً قرمشها شغل عادة. إن شاء الله تكون الفكرة عجبتكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا اليوم خبزنا سويناه راح يكون قدانا. إن شاء الله تكون الفكرة عجبتكم وإنكم تحاولون تسوونها وتستأنسون منها إن شاء الله.